بسم الله الرحمن الرحيم. من مقام سيد سلمان عليه السلام، سوق الشيوخ العكيكي. هذا مقام السيد صاحب كرامات كبيرة جدا، مناسب قصدي سبحان الله، ومشافي ناس من بعد الله كلش هواي. وهاي الكتب والشكر للسيد، يعني مثل ما جاي يشوفون والكثير من عته. هذا من باب السيد. يا الله، الله مقام السيد عليه السلام من الخارج. هذا أحد الأشخاص مشافه وجايب كتاب شكر للسيد مثل ما جاي يشوفون. الشكر لله الواحد الأحد، والشكر الجزيل والعفان الجميل يا البيت الأطهر، والشكر سيد سلمان أخو حمد لشفاء والدي من المرض. هنا عدنا نشكر الله، نشكر سيد سلمان نجاح المعدل العالي. الله من داخل مقام سيد سلمان عليه السلام. السيد له كرامات كثيرة، سلام الله عليه. وهاي الصورة مقام السيد سلمان. يا الله، هذا مقام سيد سلمان عليه السلام، الناصرية سوق الشيوخ العكيكي. السيد له كرامات عديدة، والناس تقصده وما يقصر السيد، وهواي ناس داعيته وسبحان الله مستجاب لهم السيد، وإله كرامات كلش هواي. سلام الله عليك سيد سلمان. وراح هسه شوي نصور لكم من هناك من الخارج. مقام سيد سلمان عليه السلام. هاي الناس تجيب هدايا للسيد، يستاهل. هاي الناس اللي تشكر السيد على اللي طلبه ويسوي لها. هذا هنا عندنا واحد ناجح معدل 75. وهاي هنا هم مثل ما جاي يشوفون
هاي الناس هنا تطلب من عند الدعاء، الناس جاي تنخبي السيد سلام الله عليه، وهاي الأدعية وهاي القبلة منا قدامنا، وهاي فراشات السيد. والسيد ما يقصر، وإن شاء الله نتمنى من كافة المشاهدين يزوره، لأن السيد يعني هواي ناس ناخيته ومسوي لها شيء، صاحب كرامات.